بدينا ده. قلت لك كنت نبدا نصور عاد كتجي الحتيج ويجي. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة، بالضبط بالحي البرتغالي فين كتسكن وكتقطن فيه هاد السيدة هادي اللي ولات من ذوي الاحتياجات الخاصة من بعد ما كانت بصحة جيدة وكانت يعني كأي مرأة عادية. هاد المرأة هادي كتبلغ من العمر 50 سنة، جاها مرض السكري، اضطرات انها تقطع رجليها لسبب المرض ديالها. اليوم اصبحت يعني يعني قطعت رجل واحده كما كتشوفوا، اصبحت يعني معجزه عن الوقوف. الطلب ديالها ماشي طلب كبير، ماشي طلب اللي ما قدش عليه الانسان، الطلب ديالها بس هو رجيله اصطناعيه فاش غادي تمشى هاد السيدة وترجع لحياتها الطبيعية وتخدم على وليداتها. عندها جوج وليدات، انها تدوز حياتها بخير وعلى خير رغم ان الظروف كتحتم علينا اي حاجة. اليوم هانتا بعينيك، غدا راه ماشي بعينيك، كل وقت ووقته، كل وقت كيفرض عليك انك تعيش على قد المستطاع ديالك. اللي غادي نسمعوا ان كيفاش تمرضات بداء السكري وولات على هاد الحالة هادي. السلام عليكم. الله يرحم. ناجد المحسن، عاود لنا كيفاش مرضتي بمرض السكري وشنو الاعراض اللي كانوا عندك؟ مرضت اخويا بالسكر دابا عامين، مرضت في كونورا كنت خدامه وحبسوني من الخدمه وداكشي وما عنديش وهذا، وبركت من كونورا مرضت بالسكر، ومرضت بالسكر وبالبروده وبالكونوسيرين، ومشيت للدار البيضاء. لا داك تاع الشحمه شي يقول هذاك بس كيتسقمش ليا. مرضت بهم ومشيت للدار البيضاء عند واحد اختي ودوز الكراج لها وشرى لي الدواء وداكشي، وليت شويه كندق لاسولين وكندق الشريعه وكنشرب فانيل. في رمضان صمت دوزت صايمه كله وافقني الحال، وكندق البرا ونشرب فانيل ملي نفطر، ومن بعد فطر الحال في شهر 5 شدني صبعي صغير مرض ليا، عاود مرض ليا اللي حداه شويه، بقيت نشري في الدواء وهذه يشرو ليا محسنين الدواء والناس وهذا كيجمعوا ليا مي الحومه كيشرو ليا الدواء، بقيت نشري في الدواء حتى صافي حبستو يومين عمرت ليا رجلي، عطاتني الصداع وعطاتني الحرايق وداك الشيء. مشيت للسبيطار ديال الحومه داروا ليا التصويره وداك الشيء، قالوا ليا غنقطعوا لك رجلك. هربت وجيت في حرياتي ما قديتش، ها ملي جيت في الليل ما رقدت ما والو. الله يرحم الوالدين، انا ما باغا والو، باغا رجليتي ركبه صافي، ما باغا حتى حاجه. الله يرحم والديك، انا ما خدامه ما والو، بالليل ونهار ساعتين دخلت مع الربعه حيد والدي مع الخمسه. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك اللي ما تعاونوا معايا صوب رجليتي. الله يرحم الوالدين، انا ما باغا والو. كرجت لوالو اليوم هبادي في الشهر الثالث باش حيت رجلي، بغيت لا نخرج لا منصب لا طيب ليا ما والو، ما عندي لا مساعدة لا والو، ما عندي لا بنات لا والو، عندي جوج وليدات هما اللي عندي. الله يرحم الوالدين، باغا والو، باغا نتعاون معايا صوبوا لي رجلتي. الله يرحم والديك، الله يطول عمركم. هادشي راه زعما فوق الطاقة ديالي، انا كاع ما كنت
حتى شي حاجه ولا نطلب شي حد ولا العيد راه معايا تما والو. الله يرحم الوالدين، انا باغا اللي تعاون معايا نصابر جيلتي. الله يرحم والديك، باغا الماكله لا والو، باغا باش نوقف واخا قدام المحل نوقف. الله يرحم والديك من الحاله راه كتشوفوا فيها. الله يخليك. بغيت ترجعي للحياه الطبيعيه. الصناعيه باش نرجع نوقف ونرجع نتمشى ونخدم انا على راسي باش ناكل داك الشيء. تمشي الله او حسيت بها، حسيت بالصحه. ما كايناش حتى حاجه ما كاينه فوق الارض الا الله تبارك وتعالى. حيت كاين اللي عنده صحته وما كيتكيش عليها وكيتكرفس وكيتعذب. وانا بغيت نطلب كما المحسنين والحباب وكبار وصغار تعاونوا معايا صابوا لي رجيلتي. هادشي اللي باغا ما باغا والو. الله يرحم الوالدين، الله يخليكم وليداتكم. شوفوا حالتي. ها النمرة ديالك؟ النمرة 06 63 70 45 53 الاخر. هذا هو الطلب ديالي وليدي، ما عندو ما غيري والو. وطاب الله يطول لي العمر ويحبس عليا هذا المرض. الله يرحم لكم الوالدين المحسنين، خواتاتي وخوتي. الله يطول لكم عمركم ويخليكم وليداتكم ويخليكم صحاحتكم. تتمشوا عند الله مجموعين. انا رجيلتي انا ما عرفتش مدفنوها ولا اش داروا لها. الله يرحم الوالدين. يعني الطلب ديال هاد السيدة هادي تعاونوا معاها 06 63 45 53 06 73 70 45 53. هادي هي النمرة ديالها وساكنة في الحي البرتغالي. اللي بغى يجي عندها واللي بغى يشوف ويكتشف الحالة ديالها، هادي هي النمرة ديالها وكتكون في الحي البرتغالي. وبهذا مشاهدينا المتبعين في تيفي نتلاقاو معكم في بث مباشر آخر في أمان الله. إلى اللقاء.